مساء الخير في عناوين هذه النشرة الجديد، حيث مر الكاوبوي من هنا وعائلته تؤكد يوسف بأمريكا، هلا إذا بتقص له راسه بيكرج على المختارة. ولدى تحقيق يوسف فخر عن وليد جنبلاط، بدكن تروحوا روحوا. مد حالي وفليه في مدى أقول ما بدأت مشاهد بين مين. عملية بوستروس بأبطالها الأحياء، تفاصيل ما زالت تروى عن أيلول بيروت المقاوم. المقاومة وجدت لتنتصر وانتصرت. مركب صيدا ينزف ضحايا، ومجد العنجر تشيع أما وابنتها. النفاية تبدأ والعام الدراسي. ما منطقة صارت منطقة الزبالة، ما صارت منطقة المدارس. أصالة تواكب الاتفاق الأمريكي الروسي وتغني لسوريا. وفي ترند قمر الصين يسقط على المارة والسيارات. هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. أهلا بكم. الرجل الذي لم يمت ورأى من مات عاد إلى البلاد كقضية تنطوي على محاولة اغتيال. هو الكاوبوي الميليشياوي الذي صنعه وليد جنبلاط وولاه رأس بيروت، وصل بعد 20 عاما طالبا رأس زعيم الحزب التقدمي، مستطلعا اغتياله قبل 20 الثاني 2016 بالتنسيق مع إسرائيل وبضعة أمريكيين وابن رفعة الأسد وشخص مقرب إلى الرئيس السوري. على أن أخبار الكاوبوي المثيرة واعترافاته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة لن تحجب أنباء اللاعبين السياسيين على طريقة الكاوبوي الأمريكي، ولعل ملف الرئاسة يتقدم في سباق المزايدات والانقلاب على الترشيحات، وكل يمتطي صهوة حصانه الرئاسي الذي يعتقد أنه رابح قبل أن يبدل السرج والخيال معا. وآخر المعلومات التي أكدها غير مصدر للجديد أن الرئيس سعد الحريري ولدى زيارته الأخيرة لعين التينة كاشف الرئيس نبيه بري برغبته في ترشيح الجنرال ميشيل عون قائلا: ما عاد في أنطر. وأسر الحريري لبري أنه يمر بضائقة مالية كبيرة وأن عليه حسم الأمور السياسية للتفرغ للمحن المالية، لا سيما أنه بات في موقع الخاسر شعبيا فيما ينبت له من قلب المستقبل زعيم كل يوم، ويرزقون سياسيا من الحملات عليه وينشئون كيانات على أريافه. لكن المعلومات تقول إن رئيس المجلس لم يوافقه الطرح وقدم نصائح الحريري بالتعقل ودرس المرحلة قبل الذهاب إلى الخيارات الجنونية. ومذ ذاك الحين خرج الحريري ولم يعد. أخباره يجري رصدها من مواقع التواصل الاجتماعي، فيما غاب التواصل مع المملكة العربية السعودية حتى في زمن الأضحى. الجديد تزور مسقط رأس الكاوبوي للبحث عن عائلته التي ردت على الاتهامات الموجهة إليه. هادي الأمين. أنا يوسف فخر. الملقب بالكاوبوي بالحرب ببيروت كان عيطول الكاوبوي. وبشتغل هون بالعقارات هلا بأمريكا، عايش بأمريكا. هكذا عرف الكاوبوي بنفسه، وما كانت قناة الجديد تبحث عنه في وثائق عرضته قبل 6 سنوات في برنامج تحت طائلة المسؤولية. الكاوبوي أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بالحرب الأهلية اللبنانية، أبرز المقاتلين المثيرين للجدل في الحزب التقدمي الاشتراكي. كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية الحرب الأهلية عام 87 قبل أن يعوده الحنين للعودة إلى الوطن بعد عرض الوثائقي عنه، ليجد في زيارته الرابعة من يبحث عنه مجددا، هذه المرة
لم تكن قناة الجديد بل الأمن العام اللبناني. ما فيك تتذكر الحرب الأهلية اللي صارت ببيروت وخاصة ببيروت الغربية إلا ما تتذكر الكولبوي. يوسف فخر المقاتل الأسطوري في صفوف التقدمي الاشتراكي موقوف اليوم وبتهم من العيار الثقيل تتراوح ما بين التعامل مع العدو الإسرائيلي وصولا إلى التخطيط لاغتيال وليد جنبلاط. ألافت في تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي أن اسم فخر كان قد ورد في المراسلات المقرصنة لمندي الصفدي المقرب من بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو، وهو ما كان قد كشف عنه زميل رضوان مرتضى قبل عام في صحيفة الأخبار ضمن تحقيق إسرائيل ليكس. ومع هذا لم يتردد الكوبوي في زيارة لبنان. من هنا كان لابد من زيارة لمسقط رأس الكوبوي دير أوبل. اتهامات كتير عليه وهو بريء من كل شيء متهم فيه. تعامل مع إسرائيل ولا ممكن، ولا ممكن، لا يوسف ولا غير يوسف، ولا بيقبل، ما بيقبل حتى تهمة تتوجه له بهالطريقة بهالشكل. يعني احنا بقصة ماندي الصفدي نزلت اخته زارته، هي الوحيدة اللي كان مسمح لها انه هي تزوره بعد معاناة. لما سمعنا فيها قلنا لا انه سأليه شو قصته، فدغري قال لها انه انا عامل له بلوك، انا لما عرفت مين هو عملت له بلوك، ومبين عندهم انه انا عامل له بلوك. جرب قال يتواصل حدا معه بس هي عمل بلوك. في عملية البحث عن الكاوبوي تبين ان له دورا كبيرا في تحرير عدد من الدروز المحسوبين على النظام كانوا قد اسروا لدى الجيش الحر عام 2012. عدد 17 اسير تم اطلاق سراحهم على 18 من طائفة الدرزية الكريمة. طيب بتعرف من اللي سام بهذه العملية؟ السيد يوسف فخر. بوجه الشكر للسيد يوسف فخر. يعني أنا هيدي سمعت منها، سمعت عنها عن اليوتيوب، بس هاي فخر إلنا. يعني أهم شيء بهيننا أو بهين يوسف، بالعكس هاي شرف لإلنا. ومن بين المعلومات علاقته برئيس بلدية دير أوبل السابق نزار رسامني وإقامته اجتماعات مع قياديين لديه. الجديد توجهت إلى منزل رسامني حيث أقيم العشاء الذي حضره فخر لمعرفة خلفيته. يوسف بعرفه من زمان مش من هلأ، ومبدئيا على طول نحن مع بعض، يعني بنلتقي طبعا مش على إطار سياسي، ما خص سياسي بالموضوع، بس في معرفة بعائلته. طب لين كتب على الفيسبوك أنه عشاء القاضة؟ لا عشاء القاضة هيدا حكي بلا طعمي كلياته، وصار في توضيح من على الفيسبوك كمان، صار في توضيح انه هيدا كله هيك كلياته حكي بلا طعمه، والعشاء كان عشاء ستريكلي اصدقاء بس مش اكثر من هيك. عدا كل ما ورد فان من ابرز الاتهامات التي توجه الى الكاوبوي تخطيطه لاغتيال وليد جنبلاط، وهو ما تنفيه العائله وتستنكره. اخر اتهام قال اتهام بضحك ببكي، اللي هو قال عم بحضر لاغتيال لاغتيال حدا، مش هو اللي بيعملها ولا هو اللي بيفكر فيها. نحن اشتراكيين أبا عن جد، نحن دمنا اشتراكي، نحن قدمنا شهيد للحزب، كنا 5 بالبيت مستعدين نستشهد كلنا بسبيل الحزب. يوسف بأمريكا هلا إذا بتقص له راسه بيكرج على المختارة، بدمنا منكتب حزب اشتراكي. طب هو ليش ما زار وليد بيك اخر مشوار هلا؟ وقت اللي اجى ما كان هون وليد بيك، كان مسافر وساقبت، اجوا الامن العام بلغوه وتكركب، بس كان مسافر وليد بيك. هي اتهامات بالجمله للرجل المثير للجدل. الاسطوره في زمن الحرب اصبح متهما بالعماله والتخطيط لاغتيال زعيمه في زمن السلم. فهل نحن أمام ملف أمني ضخم تورط الكاوبوي فيه، أم هي مجرد تذكرة وان واي تيكت قطعت له بهذه الملفات ولتغيبه مرة جديدة وأخيرة؟ هناك أمر وحيد لا لبس فيه، أن الكاوبوي نسي نصيحته لنفسه. خليت أمريكا أنا لأن خفت ما يتساوى مع راسه، حملت حالي وفليت. لأن في مدى نقول ما مدت ما
شفت بيبان برا شفت بيبان. إذن يوسف منير فخر أو الكاوبوي لبناني يحمل الجنسية الأمريكية، ولد عام 1961، كان المسؤول العسكري للحزب الاشتراكي في رأس بيروت بان الحرب الأهلية وبإمرته 200 عنصر تقريبا. من نشاطاته الحالية تأليف مجموعة مسلحة لاغتيال شخصيات سياسية لبنانية. عاد يوسف فخر الكاوبوي إلى لبنان ولم يكن يعرف أن أمره قد كشف، وبعد توقيفه في الأول من آب وإحالته إلى المحكمة العسكرية أصدر القاضي رياض أبو غيدة القرار الظني الجديد. حصلت على نسخة عنه، ومما جاء فيه إن أولى إفادات الكاوبوي تتعلق باغتيال وليد جملاط قبل شهر تشرين الثاني المقبل، حيث اعترف يوسف فخر بعلاقة قديمة تربطه والعنصر في الاستخبارات السورية مهند موسى الذي تواصل معه منذ نحو 5 أشهر على الفيسبوك. وأبرز ما ورد في حديثهما إخبار مهند لفخر بأن علاقة تربطه بمضر وربال رفعة الأسد، وأبلغه أن ربال علاقته مميزة بالأمريكيين، فيما شقيقه مضر مقرب إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وأن الأخير لا يبقى في السلطة. وبحسب مهند موسى فإن وليد جملاط لا يبقى على قيد الحياة وسيتم اغتياله قبل شهر تشرين الثاني المقبل. وكان رد فخر بدكن تروحوا روحوا، وكان مهند قد أخبره بأن السوريين غير راضين عن وليد جملاط. وعن دوره في هذا الأمر تمت مواجهة فخر بالرسائل التي وجهها إلى موسى قائلا فيها يوما ما سيأخذ بالثأر من الذين كانوا السبب في خروجه من لبنان طوال 30 عاما. واعترف أنه قصد بذلك النائب جملاط ومن معه، ومن بينهم نشأة أبو كروم. في الإفادة الثانية تشكيل مجموعة مسلحة، يقول فخر إنه كان قد تواصل مع ناجي نجار وهو عضو سابق في القوات اللبنانية عبر الفيسبوك، وتحدثوا عن الوضع السوري ومصير الدروز، وتوافقا في الرأي حول وجوب تأليف مجموعة مسلحة، معلنين أهدافا أبرزها الدفاع عن المناطق الدرزية وتأمين ظهر الثوار وتأمين ممر آمن لهم. إلا أن هذا الأمر تعذر تنفيذه بعد سيطرة حزب الله على المناطق الحدودية. في الإفادة الثالثة علاقته بمندي الصفدي، بعد تواصل فخر مع نجار تواصل عبر سكايب مع مندي الصفدي الذي يحمل جنسية إسرائيلية وهو مقرب إلى رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لغاية توفير السلاح للثوار من الجولان وللدروز المنتشرين على حدود سوريا. واعترف فخر أيضا بأن الصفدي كلفه تجنيد عناصر لمصلحة الموساد، واستطاع إقناع هيثم القضماني الملقب بأبو سعيد. الإفادة الرابعة علاقته بمحمد نعيمي وشقيقه أبو حسين، أدى يوسف بمعرفته بهما وبواسطة مندي الصفدي، وقد أقنعه عبر سكايب دخلية سبيل 18 جنديا مقابل تزويده بكاميرات ديجيتال، علما أن هذه التهمة لم يدن بها. الإفادة الخامسة التحقيق معه في الولايات المتحدة، كشفت فيها عما جرى لناجي النجار في مطار بيروت بعد عدم السماح له بالفرار عبر الخطوط الإيطالية. فأوصل فخر نجار بضابط الاستخبارات الأمريكية تيم هانت، وبدأت علاقة بالتواصل عبر البريد الإلكتروني، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يدن بهذه الإفادة أيضا. بناء على كل ما ورد في إفادة يوسف فخر، قرر القاضي في قراره الظني الادعاء على يوسف وكل من ذكرت أسماؤهم متورطين بمواد جرمية وإحالتهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة. المديرية العامة للأمن العام تحيل ملف تفجير كسارة زحلي والموقوفين والمضبوطات إلى مديرية استخبارات الجيش بعد فراغها من التحقيقات. صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه بعد التحقيق تمكن أفراد من المديرية من وضع اليد على الخلية الإرهابية المؤلفة من لبنانيين وسوريين جرى توقيف بعضهم، وأن أفرادها كانوا يتلقون التوجيهات والدعم اللوجستي من اللبناني الفار محمد قاسم الأحمد المعروف بأبو البراء الموجود في تركيا، والملاحق قضائيا في ملف سيارة الناعمة التي ضبطت مفخخة ب 250 كيلوغراما من المتفجرات. وكان قد كشف هويتها الشيخ بسام الطراس الذي أخلي سبيله بإشارة من النيابة العامة العسكرية، وقد أحيل ملفه أيضا إلى مديرية الاستخبارات.
وكان قد اجتمع به مع الموقوف اللبناني علي محمد غانم واللبناني الموجود في تركيا بلال خير الدين داخل شقة في مجمع في منطقة لاريس التي تعود ملكيتها إلى السوري ميم حاء راء الملقب بأبو علاء والمطلوب بقضايا إرهابية. كما تتلقى هذه الخلية الدعم التقني من السوري عين فعين الذي دخل لبنان بواسطة الصليب الأحمر الدولي عبر بلدة عرسال بعد إصابته في الحرب السورية حيث كان يقاتل إلى جانب لواء الإسلام، وكان قد نصب نفسه أميرا شرعيا للخلية وتمت مبايعته من أفرادها. ويتوزع نشاط الخلية على تجنيد أشخاص لمصلحة المنظمات الإرهابية وتنسيق عملية انتقالهم إلى داخل السوري وتوفير المواد التي تستعمل في صناعة العبوات الناسفة واستطلاع المناطق اللبنانية لاستهدافها بعمليات تفجير إرهابية. وفي قضية التفجير التي وقعت في معرض عبدالله الكردي في أيار الماضي، فقد تبين في تحقيقات الأمن العام أن اللبنانيين الموقوفين عين ميم غين وواو عين سين أعدا عبوتين ناسفتين في منزل الأخير في سعد نايل، ووضعا العبوة الأولى في معرض الكردي بالاشتراك مع السوري ميم ألف باء الخبير بتجهيز العبوات الناسفة، أما الثانية فوضعت بالتنسيق بين عين ميم غين وميم شين راء على طريق كسارة في زحلة. وكأن لأيلول علاقة وطيدة بجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية جمول، مجزرة صبرا وشتيلة لم تمر من دون رد، فبعدها كرت سبحة العمليات المقاومة في أيلول 82، عناوينها طبعت الذاكرة: صيدلية بستروس، محطة أيوب، مقر منظمة التحرير، وعملية الويمبي. في التقرير التالي نسترجع عملية بستروس بشهادات أبطالها. في 16 من أيلول أعلن حاوي مع محسن إبراهيم انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. كانوا قاعدين مولعين نار هون، وهون كانت مقبرتهم. دق الباب لقي عمار ومازن على الباب، فتحت الباب أنا، قالوا لي إنه بدنا نعمل عملية ضد الإسرائيليين، طبشت الباب دغري أنا فجأة، رجعوا دقوا فتحت الباب، حكوني بهذا العمل. نزلنا أنا وفهد وعمار، مشينا صرنا نزورب مشان ما يطلع بوجنا دوريات أو شيء، باتجاه هيدا الهدف، وصلنا على نص الطريق. ساعتها قال له لفهد انه نحن معنا قنبلتين، قالوا طب بتستطلعوا مش عارف شو والى اخره من النوع، وانت بذات الاهميه اللي عم نرمي فيها الامل نحن جني جنونه. لا انا بدي ارمي يا خيي، خلص انا برمي المره وانت مع عمليه ثانيه بتضرب انت. قلنا له ما توقف احسن حدا يشلق علينا لانه ثلاث شباب، امشي. مهمتي كانت انا بعد ما يضربوا هن مراقبه صهيوني قديش خسائرهم. هلا افترقنا احنا وفهد، فهد نزل بالمفرق، نحن قربنا باتجاه الهدف. من بعد ما فتحنا الكنابل نحن وقربنا، عمار أمن على فهد أنه وصل على هدف المراقبة. الإسرائيليين شفناهم مجمعين والنار النار بالنص، زطينا الكنابل على الإسرائيليين ورجعنا نحن ركضنا. شافوني الشباب فتح مدخل بناية، راموا الشباب القنابل، طلع صبي الصهيوني مولعين نار، وشويتين طلع الانفجار. طلع الانفجار سمعنا صوت الصريخ والعنعنة وأنا عم راقب من مدخل البناية شو اللي عم بيصير. خمس دقايق بلش الإسعافات وبلش يجوا بهي الطريقة. استغلت أنا هذه الفوضى، ظهرت من مدخل البناية واتبعت أسلوب انسحاب الشباب. وصلنا على حلويات زينة، عم نحكي إنه هلأ فهد شو وضع فهد. كانت نقطة اللقاء قدام ملحمة أبو أحمد الحلبي، طلعنا هونيك صرنا نزقف ونهني بعضنا. طلعنا على البيت احتفلنا وشبنا كاس وصرنا عم نفكر تاني يوم شو بدنا نسوي. المقاومة وجدت لتنتصر وانتصرت. لأزمة النفايات تتم القمامة على أبواب المدارس وزينت ضفاف الأنهر.
براءة الأطفال طافت على قمامة السياسة وانقضت النفايات على مداخل المدارس لتلطخ مستقبلهم وتهدد سلامتهم وصحتهم. هذه المشاهد من حي المدارس في بشامون، حيث باتت الطرقات مسرحاً للنفايات وسيفاً مسلطاً على سلامة المواطن والبيئة معاً، واستشرى حرق النفايات على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة والعقوبات التي تفرض على البلديات. صارت منطقة زبالة، ما صارت منطقة المدارس. يعني لبنان كله صار كتلة زبالة من وراء النواب والوزراء. شو بدي خبرك؟ مبين المكتوب من عنوانه، يعني أكثر من هيك عذاب ووجع ما بقى في لهالعالم، يعني البرغش تبين أكلنا، الأولاد مرضوا عم بيراجعوا إسهال، يعني كتير هيك كتير. وهذا الشيء عم بضر كتير بالعالم، امبارح كان الجو كتير سيء، نفناف وريحة زبالة ودخان، كل العالم هون تضايقت فيه، بالعادة العالم تطلع وتتمشى هيك اليوم بعد الظهر، امبارح كان الجو كتير تعبان. اليوم الحريقة كانت كتير قوية، يعني سيارتين أطفال ليجوا على بشامون المدارس، يعني شيء كتير صعب. إقفال المطمر لم يمنع بلدة الناعمة والجوار من عيش التجربة مجدداً. لقينا موقع مأزي للأسف، موقعه يمكن شوي حساس، مساقب قريب من طريق صيدا بيروت أو طريق الجنوب، ولكن هذا الموقع الوحيد اللي قدرنا لقيناه لحتى نعمل إيداع للزبالة. لا طمر ولا عم نكب زبالة هوني، نحن بنظرنا عم نعمل إيداع لهالزبالة هوني لحتى نشوف وين فينا نوصل بحل لهالأزمة، لهالأزمة المزعجة. بس المؤسف، برجع بكرر أسفي، أنه منطقة الناعمة والجوار تحملت 18 سنة زبالة لبنان، فجأة يبلغوها أنه وقفوا لم الزبالة. وفي منطقة الدمور ازدانت ضفاف مجرى نهرها بألوان طارئة، حولت خضرة المنطقة ومساحاتها الحرجية الشاسعة إلى لوحة فنية تشوبها بقعة صنعت في لبنان. رواند أبو خزام، قناة الجديد. صفحة أخبار سياسية في هذا التقرير. رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أن تعطيل الدستور ومنع انتخاب رئيس للبلاد وشل المؤسسات إنما هو سلاح سياسي يستغله فريق سياسي لابتزاز اللبنانيين، مضيفا إن ما يزيد الطين بلة هو أن يلجأ البعض إلى إشهار سلاح الشعبوية والغوغائية والإثارة الطائفية. إن من يضرب حقوق المسيحيين في لبنان هو من يعطل انتخاب الرئيس المسيحي للجمهورية، والذي يصبح رأيه مرجحا في اختيار قائد الجيش وأصحاب المراكز الحساسة للمسيحيين. اللهم إلا إذا كان المطلوب إسقاط هذا الحق العائد لرئيس الجمهورية المسيحي. التقى الرئيس تمام سلام سفراء كل من فرنسا والصين وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، الذين أكدوا في بيان مشترك دعمهم لاستمرار الاستقرار والأمن في لبنان ولعمل رئيس الحكومة، ودعوا الأطراف كافة إلى العمل بمسؤولية لتمكين المؤسسات الحكومية من العمل في وقت يواجه لبنان تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، مجددين دعوتهم القيادات اللبنانية إلى انتخاب رئيس للجمهورية على نحو عاجل وتجديد الالتزام بسياسة النأي بالنفس. كما استقبل سلام وزير الدفاع سمير مقبل وممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار. عقد ممثلو لقاء الأحزاب في قوى 8 آذار اجتماعا في دارة الوزير السابق وئام وهاب، عبروا فيه عن تضامنهم مع حزب التوحيد العربي. إن حزب التوحيد العربي ليس من الأحزاب التي تؤمن لا بالعنف ولا باستعمال العنف، ولا تؤمن بهذا الأسلوب، وإن كان يعني أحد العناصر قام بردة فعل على استفزازات. استقبل البطريرك المروي الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعرض معه الأوضاع الأمنية في لبنان. وقد عقدت خلوة استمرت نحو نصف ساعة، استبقى بعدها البطريرك اللواء إبراهيم إلى المائدة البطريركية. فقرة الفهلوي مع الزميل رياض قبيسي تطرح اليوم عنوانا شائكا، كيف تتم عملية فصل السلطات؟ النظام قائم على
فصل السلطات تطبيقا لمبدا اساسي اسمه فصل السلطات. مبدا فصل السلطات، ما في فصل السلطات. اللي حكى عن نظريه فصل السلطات مع فصل السلطات، فصل السلطات، فصل السلطات، فصل السلطات، ولا السلطات ونصهم عن بعض تقريبا. بدك تقول مثل عدم الاختلاط، نعمل مسافة شرعية بين كل سلطة والتانية. هلأ أنا ملتبس علي الموضوع واضح عند العالم، ما عندي فكرة، بس السياسيين بيستخدموها طالع نازل أكيد، مفكرين إنه العالم تعرف شو فصل السلطات. بس يا خي شو السلطات؟ ليه في فصل بالسلطات بلبنان؟ فصل السلطات ذكى شيء من مدرسة درسناهم بالتربية هول لما كنا صغار. السلطات مخصصة ببعضها حسب أي السلطات. ما بفهم عربي. ولا شيء. شو يعني سلطات؟ شو شو يعني سلطات؟ شو فصل بالسلطات؟ فصل بس بليز واحد ما بعرف بحكي عربي، واحد قال شو فصل السلطات؟ السلطات، السلطات اللي نحنا فيها. فصل يعني شاك بارتي، كل بارتي لحاله. عن جد لأن احنا هبل. البوليتيسيان مهبيل. شو عرفنا؟ ما بعرف شيء. ده كلها تركيبات خارجية. كل واحد يرجع ذوقه. بوكو بو فاتسا. الشعب هو اللي عم يعرف يختار عالم عن جد تجمع لجمع السلطات كلهم مع بعضهم. كل سلطة بتصير مستقلة عن الثانية. لما نحكي عن فصل السلطات، أكيد ما بنكون عم نحكي عن سلطة أبو الجماجم وسيطرته على الزروب. عن أي سلطات عم نحكي إذن؟ السلطات هي ثلاثة: تشريعية، التنفيذية والقضائية. أما فصل السلطات فهو مبدأ بالحكم بلش مع الإغريق، ولكنه تبلور بالقرن الثامن عشر عندما طرحه الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو. الفكرة إجت لتشكل نقيض لمبدأ حص السلطات بيد شخص أو هيئة، تماما كما كان السائد في معظم الأنظمة الملكية أو الأنظمة الدكتاتورية. بس كمان لما نحكي عن فصل السلطات ما بنكون عم نحكي عن عزل هذه السلطات عن بعضها، بل عن رسم الحدود فيما بينها. كيف وليش؟ لنفهم لازم بالأول نعرف شو حدود السلطات الثلاثة. السلطة التشريعية يعني مثل مجلس النواب بلبنان أو الكونغرس بأمريكا، هي سلطة معنية بكل ما هو تشريعي، يعني سن القوانين، إقرار الموازنة، مراقبة الحكومة من خلال إعطاء الثقة أو نزع عنها، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية. السلطة التنفيذية بتختلف طبيعتها بحسب نظام الحكم. بحالة النظام الرئاسي بيكون على رأسها رئيس الجمهورية، وبحالة النظام البرلماني بيكون على رأسها رئيس الحكومة. بلبنان مين على رأسها؟ كل هول سوا. من مهام السلطة التنفيذية إدارة مرافق الدولة، تنفيذ القوانين وتمثيل الدولة أو الجمهورية دبلوماسيا. السلطة القضائية مسؤولة عن فض النزاعات سواء بين الأفراد أو الهيئات، يعني إذا اختلفت مع جارك فيك ترفع عليه دعوة، وإذا اختلفت مع الشركة اللي بتشتغل فيها كمان فيك ترفع دعوة عليها، وإيه أكيد فيك ترفع دعوة على الحكومة أو مجلس النواب. طيب ليش لازم نفصل بين هيدي السلطات؟ حتى تكون كل سلطة رقيبة على التانية، يعني مجلس النواب بيراقب عمل الحكومة والقضاء بيراقب عمل مجلس النواب والحكومة، بس كمان مجلس النواب هو يلي بيشرع القوانين يلي بيحتكم لها القضاء. مين بيراقب القضاء؟ الهيئات الرقابية يلي هي جزء من السلطة القضائية وبيتم تعيينها من السلطة التشريعية والتنفيذية. كيف رقابي وبنفس الوقت فصل السلطات؟ بسيطة، فصل بالمهام ومشاركة بالرقابة. يعني ما فيها الحكومة تشرع قوانين أو تصدر أحكام، وما في البرلمان يجبي ضرائب من الناس. أما الرقابة فما بتعني أنه بحق للحكومة تتدخل بأحكام القضاء، ولا بتعني أنه بحق لمجلس النواب يتدخل بقرارات مجلس الوزراء. فالرقابة قبل كل شيء الهدف منها إخبار الرأي العام، يعني الشعب يلي هو مصدر السلطات هو يلي بيحاسب. هيك الوضع بلبنان. خلينا نعرف بالأول شو نظام الحكم، وهذه شغلة بشرحها بعدين. بعد الإعلان فيديو يوثق لحظات الغرق. بدنا نحاسب على ضفاف السرايا الحكومية. الأم مدرسة ولكن أهلا بكم من جديد. أمهات لبنانيات يرغمن على تهجير أولادهن والسبب انطلاق العام الدراسي. إذا كانت الأم مدرسة فلبنان حولها إلى عقبة بسبب قرارات سياسية تحد مستقبل أولادها.
نتفاجأ مش بس يعني بعدم نية لإقرار أو تعديل هذا القانون، لبل أكثر لمعاقبة أكثر للسيدات اللبنانيات. السنة مثل ما صار قبل بيروحوا السيدات اللبنانيات طبعا يلي مش قادرين يحطوا أولادهم بمدارس خاصة، ليسجلوا أولادهم بالمدارس الرسمية اللي هي من حقهم، ويقال لهم أنه أنتوا أولادكم غير. أما التعميم فصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي. على الأقل موضوع التعليم ما يكون عليه إشكال، يعني أنا بحب أسأله لمعالي الوزير اللي أكيد ولاده مش بالمدرسة الرسمية، بس بحب أسأله كيف بيبرر لنفسه أنه يمنع أولاد اللبنانيات من دخول المدرسة الرسمية. ما هي إلا أيام معدودة لانطلاق العام الدراسي، وهو ما أجبر بعض الأمهات على التحرك سريعا. قالوا لي أنه ما فينا نسجل ليخلص في وقت محدد ببلش بعد فترة بعد شي شهر مثلا نخلص تسجيل التلاميذ اللبناني. أنا بحب بس أقول لك أنه أنا ابني اتهجر من بلدي، أنا من بلده اللي هو خلق فيها لو ما كان حامل هاي الجنسية اللبنانية، اتهجر منه بسبب هيدا القرار قرار وزير التربية اللي أصدره بحق التلاميذ الأجانب أو اللي أمهاتهم اللبنانية أنه منعهم يتسجلوا ليخلص جيل التلاميذ اللبناني، لأنه هيدا القرار كتير أثر عليه نفسيا وعاطفيا مثل ما بيقولوا، لأنه ما قادر يتسجل بده ينطر على الفضل. بتمنى من وزير التربية أنه يعضل عن هذا القرار، لأنه أولادنا بالنهاية صاروا برات البلد، النواب اللي منتظرينه صاروا برات البلد. وإن كانت الأم مدرسة فالعنصرية جهل، صنفوا بخانتين كتير متلازمتين من بعضهم، خانة العنصرية وخانة الشوفينية. أكيد حضرتك متابعة الأخبار وعم بتشوف التصريحات هالسياسيين كلهم عن موضوع النساء، يعني بصراحة مضحك مبكي ولكن مش مفاجئ، يعني مش عم بيقدروا يضبطوا ذكوريتهم. وإلى حين الخروج بحل، انتقل أولاد اللبنانيات من مقاعد الدراسة إلى مقاعد الانتظار. ليال سعد، قناة الجديد. على كل قائد زورق الحرص على تطبيق شروط السلامة التالية قبل الإبحار، لاسيما فحص المحركات وأجهزة الاتصال وفحص معدات السلامة والاطلاع على الحالة الجوية والملاحية وتوفير كمية كافية من الوقود والطعام، لكن كل ذلك لم ينطبق على زورق صيد المنكوب. كيف هذا؟ يوثق هذا الفيديو الحصري الذي حصلت عليه قناة الجديد اللحظات الأخيرة لرحلة المركب السياحي المنكوب في صيدا. ما إن غرق الزورق حتى أعلن الصليب الأحمر في تغريدة عن وفاة شخصين ممن كانوا على متنه ليعود ويعتذر. في اليوم التالي للحادثة أعلنت المستشفى عن وفاة الحالتين، ما أثار بلبلة حول عدد حالات الوفاة والحالات الحرجة. وصل على قسم الطوارئ بمركز لبيب الطب 9 حالات مقسمين على الشكل التالي، 5 حالات وضعهم مستقر تم إدخالهم إلى قسم الأمراض الداخلية، و4 حالات حالتهم خطيرة مقسومين كمان على الشكل التالي، 3 وصلوا بتوقف في عمل القلب والرئة والرئتين، تم إنعاش القلب بعد نص ساعة ل3 حالات، وتم إدخالهم لقسم العناية الفائقة ووضعهم كان خطير جدا نتيجة تلف في عمل في الدماغ. عم ينحكى أنه كان في تردد من قبل المستشفى لإعلان حالات الوفاة. أبداً، أنه وصل المرضى بحالة توقف في عمل القلب والرئتين طبياً يتم العمل بهم لإنعاشهم، ولكن في عنا تلف دماغي مثل ما قلت لك، كان وضعهم كتير خطير وحرج، وعندما توفوا تم إعلان وفاتهم. الطفلة والدتها توفوا مبارح. المعلومات حول ما حصل على متن القارب قليلة، فلا رواية كاملة لما حدث في ذلك اليوم. قريب السيدة راغدة الميس التي توفيت مع ابنتها يروي للجديد تفاصيل ما حدث. يعني هي وقت ما انطلقت من الزيري قال
يعني صار على مسافة يمكن 70 متر بعيد عن الزيري، بلشت المركب فوت عليها ماي. صاحب المركب مركب أكثر من 50 شخص بقلب المركب، لأنه كان في ولد قاعد بقلب المركب وعم بيلعب بالماي. كانوا عم بيقولوا له للشوفير إنه المركب عم بفوت على قلبها ماي، وهو بعتقد أنا لأنه حسب ما قال بيها كان موجود إنه كان سكران، وكان معه بنت صديقته كان عم بيعلمها السواقة كمان، وما كان يرد على حدا، إهمال وعدم رقابة حتى كمان. نحن هو مسؤولية البلدية، هي كان مفروض يكون في رقابة عليها. لو كان في شيء دولاب دواليب، لو كان في شيء سترات نجاة، بعتقد إنه ما كنا وصلنا لهان، يعني بعتقد إنه كان على المقلية كل واحد تلقط بدولاب. وقد تردد أن التكتم حول هذه الفاجعة مرتبط بمهرجانات صيدا، خصوصا أن نانسي عجرم تغني بعد أيام في الواجهة البحرية للمدينة. فهل هذا هو السبب الحقيقي لتبقى صيدا كأغنية نانسي عجرم؟ الدنيا حلوة. هند الملاح، قناة الجديد. وكانت بلدة مجد العنجر قد شيعت اليوم السيدة راغدة وليد الميس وابنتها هدى ياسين البالغة 13 عاما، اللتين غرقتا أمس في انقلاب زورق أمس الأول في صيدا، وذلك في مأتم مهيب تخلله إطلاق نار. رشا عضو في بلدية طرابلس تتخطى الإعاقة الجسدية وتطلق مسيرة العمل البلدي. رشا سنكري اسم استطاع أن يخرق المشهد السياسي المعقد في طرابلس، كأنها تحاول القول أن التغلب اليومي على الإعاقة سلحها لمواجهة تحديات المقعد البلدي الذي فازت به. رشا أشرفت وعملت على خطة البلدية الجديدة الهادفة إلى إبراز طرابلس بأجمل حللها. نحن عندنا حملة من حقنا جدران نظيفة أطلقتها البلدية. نحن توجهنا لنظافة جدراننا لأنه فعلا في مشكلة بجدراننا يلي هي أنه عم يغذيها الملصقات والنعوات طريقة مشوهة جدا. في عدد كبير كان من المتطوعين من جمعية من المجتمع المدني ونحن كتير ممنونينهم، وكان في المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي بيت العلوم والأداب وفكر نور واتحاد جمعيات جبل المحسن. جهود سنكري لم تتوقف عند هذا العمل، بل عمدت على إشراك منتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإيصال رسالة أن ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون. المنتدى بيعتبر أنه هيدا جزء من عمله، هو جزء من المجتمع المدني، فهن كمنتدى بيعتبروا هيدا دور أساسي بيلعبوه أنه يجملوا مدينتهم لحتى مدينتنا تكون أنظف. وما بس مننحد بفكرة إعاقة، وهيدا سبب من الأسباب أنه أنا نزلت وترشحت بالانتخابات البلدية. التفاعل الناس أنه بالعكس كانوا متفاجئين، مرئين وعم يقولنا يعطيكم العافية، طبعا بشكل يعني كتير ملفت. أهمية هذه التجربة لا تقف عند تغيير صورة نمطية شيطنت المدينة لسنوات، بل تتعداها لتؤكد أن إعاقة الجسد ليست عائقاً، إنما العائق في من يدير البلد وفقاً لاحتياجاته الخاصة لا المصلحة العامة. حسان الرفاعي، قناة الجديد. بدنا الحاسب ترفض التمديد لمجلس النواب وتطوق السرايا الحكومية. رجال عصابات ورجال فساد في البلد، في نوعين لصوص، في لصوص صغار بالسجون وفي لصوص كبار بالسلطة. واللي بالسلطة ما كانوا بالسجن، اللي بمجلس الوزراء ومجلس النواب. تحرك تكتيكي حاولت من خلاله حملة بدنا نحاسب إقفال الطرقات المؤدية إلى السرايا الحكومية، لكن القوى الأمنية أحطتهم بالأشرطة الشائكة. وقد أكدت حملة بدنا نحاسب أن هذا التحرك هو لتحذير السلطة السياسية من محاولة طرح فكرة التمديد لمجلس النواب، وكي تبت ملفات مضى عليها أكثر من سنة ولم يحصل الشعب اللبناني على جواب شاف فيها، مثال صفقة ترحيل النفايات. وبالطبع كانت أزمة النفايات حاضرة في الشعارات التي رفعها المحتجون والتي استهدفت وزير الزراعة أكرم شهيب شخصياً.
نحن بالاساس كانت الفكره انه بدنا نقول انه نحن سرايا الحكومه فينا نوصل لها ساعة لمن نوصل لها، لانه هيدي العالم يلي مغتصب السلطه لازم تعرف انه هي ما بقى بامان ولا لحظه مع اغتصابها للسلطه، خصوصا اليوم لما برجع عم بينحكى عن تمديد من اول وجديد، لما عم بيرجع ينحكى عن قانون الستين. بقى نحن عم نقول انه هيدي السرايا في لها كثير طرقات، هالمره قدرنا نوصل من محل واحد، مرتجع فينا نوصل من اكثر من محل. بكل بساطه لانه الوزير الشهيب والصفقات اللي ما عم نفهمها اللي عم تنعتها لمجلس الانماء والاعمار، اللي صار في امبراطوريه اسمها امبراطوريه جهاد العرب، كل هيدي الامور هي بملف النفايات اللي مستلمه الوزير الشهيب. ما بيعفي هيدا الموضوع الحكومه كامله بمسؤوليتها عن كل ازمه الفساد الموجود اليوم بالبلد. ازمه النفايات هي نموذج عن ازمه النظام كله بلبنان. نحن اليوم ما عم نعلن بيان، نحن عم نعلن موقف. هيدي الحركة اللي قصدناها نحن رح نروح ليهم بكل الأماكن اللي بيتصوروها واللي ما بيتصوروها، مواجهتنا معهم مفتوحة حتى إسقاط هيدي السلطة، ولن نقبل بعد اليوم باستمرار هيدي السلطة بقلب الشارع بقلب السلطة. الناس اليوم مدعوة إنه تنزل على الشارع، إنه تعبر بكل مكان بمواجهة هيدي السلطة، وبدنا نعلن لن نسمح إلا بخيار واحد، نريد أن نحاسب هذه السلطة. بعد هذه الرسالة التحذيرية التي وجهتها حملة بدنا نحاسب إلى السلطة السياسية، ترك المحتجون المكان ووعدوا بالعودة مجدداً. ليال بوموسى، قناة الجديد. أصيب الشاب ربيع شحادة بطلق ناري في رجله أثناء أطلاق الرصاص بشكل عشوائي في أثناء تشييع أحد الأشخاص، ونقل شحادة إلى مستشفى الجامعة الأمريكية حيث خضع لعملية جراحية. أخي ما بقى ينوسق بالوضع بالبلد، أنا ما فيني يكون برا وبأي ثانية ممكن يكون في عزا أو عرس أو حدا نجح بالامتحان أو حدا يمكن اشترى سيارة جديدة أو اشترى تليفون يمكن هلأ مبسوط، أو يمكن واحد ربح بالطاولة على صاحبه صار بده يطلع يقوس، مش مقبول هذا التصرف، هذا التصرف ما بقى مقبول. وللأسف الناس اللي عم تعمل هاي الأشياء مش عم تتحاسب. أنا اليوم سألت هل بدك تقدم دعوة ضد مجهول؟ أنا ما بدي أقدم دعوة ضد مجهول، بدي أقدم دعوة ضد حدا معلوم، بدي أقدم دعوة ضد الدولة اللي مش عم تقدر تضبط هيدي الأمور. هلا أنا أول شيء جاي من برا لقضي العيد مع العيلة، الحمد لله قضينا أول يومين، بس للأسف بقيت الأيام كلها رح نقضيها بالبيت مادد إجري. عندي اتحين كتير كبار بإجري، واحد مطرح ما فيت الرصاصة ومطرح ما انشقت الإجر لحتى قدروا يطلعوا الرصاصة. هلأ المضحك المبكي أنه بنفس الوقت ضبطين الأمن كتير وطلبوا لي نشرة، بيّن أنه علي ضابط سرقة من أكتر من 10 سنين، وبنفس الوقت مش قادرين يمسكوا الأمن من ناحية السلاح المنتشر مع العالم، وكل يوم والتاني بنسمع أنه بسبب رصاص طائش مات ولد صغير، مات زلمة، ماتت مرة، وهيدي الأشياء. ننتقل إلى فن الخبر مع زميلي شادي خليفي. شادي مساء الخير. مساء الخير داليا، كيفنا اليوم؟ تمام. شو في عنا أخبار فنية؟ يعني اليوم النشرة بين عاصي الحلاني وتألق مبارح بمهرجانات طرابلس، وهيدا شيء منه جديد على عاصي الحلاني وأصالة. نعم مزبوط، معودنا عليه دائما. صح 100%. وأصالة نصري كمان يعني مواقفها كمان تجاه بلدها سوريا كمان منا بعيدة عنا، قبل يمكن كانت تصرح، وقفت تصرح، هلأ صارت عم بتغني لسوريا. منتابع التفاصيل سوا. منتابعك، تفضل. تستمر طرابلس بعكس الصورة الجميلة عنا وعن أهلها من خلال مهرجانات طرابلس الدولية. وأمس كان الحفل مع فارس الغناء عاصي الحلاني لأشعل أجواء شمال لبنان، ولكن بالفرح والغناء والرأس. جينا يا طرابلس بعد طول سنين، نرجع ليالي الفرح ونرد ماضيكي، هلو نعزم على طرابك جبل صنين، على دراجك جبل صنين، وننزل نجوم السما لا يسهروا فيه. أكيد مهمة بالنسبة لي أنه كون اليوم عم بغني بطرابلس بعد كل المعاناة وكل الأزمات اللي مرقت فيها طرابلس، لنرجع نقول طرابلس هي بلد الفرح والحياة وبلد الثقافة والفن، وهي يعني مركز أساسي للثقافة اللبنانية،
وبس بدي أكده وأقوله أنه أنا تاني سنة، أنا سنة الماضي كمان غنيت هون بنفس المكان بمعرض رشيد الكرامة، وكان حفل ناجح جدا وكانت تجربة لنرجع نقيم مهرجانات طرابلس الدولية. اليوم أنا بشد إيدي على إيد القيمين وعلى اللجنة لحتى كون معهم ونقول نعم للفرح، نعم للحياة. لأصوات اللي كانت متشددة رافضة الحفلات شو بتقلها؟ احنا بنحترم كل الآراء، يعني أنا بعرف إنه في ناس يمكن هي عندها فكر مختلف، أكيد هذا بنحترمهم، ولكن بالنهاية الأكثرية هي اللي لازم نمشي معها. أثارت أصالة ضجة بالأغنية الجديدة اللي خصت فيها بلد سوريا بعد مرور 5 سنوات على الأزمة. أصالة المعارضة للنظام السوري توقفت من فترة عن الإدلاء بأي تصريح سياسي، وأصدرت اليوم أغنية للوطن وليس لجهة معينة، وأكدت أنها بكيت عدة مرات هي وعم تسجلها، واعتبرت أنه صوت سلاحها وضميرها موقفها ووطنها سكنها. حبيبتي شفتي اللي بيحصل في سوريا؟ ختام فقرتنا عودة لعندك داليا. بعد الإعلان أول محادثة بين دولفينين ونجاح موسم الحج. أهلا بكم من جديد. بين عامي 2001 و2005 نالت تل أبيب أكثر من 1.5 مليار دولار من واشنطن مساعدات نقدية، و6 مليارات و300 مليون ثمن شراء أسلحة. عقب عدوان تموز 2006 أقرت الولايات المتحدة 30 مليار على مدى 10 سنوات تعويضا عن خسائر الحرب، وفي أحدث القرارات الأمريكية رفع المساعدة إلى 38 مليارا. 38 مليار دولار بلغت قيمة المساعدة العسكرية التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على 10 سنوات في دعم قياسي جديد هو الأكبر في تاريخ الدعم الأمريكي. ورفع هذا الاتفاق المساعدات الأمريكية لإسرائيل من 3.1 مليار دولار سنويا في الوقت الحالي إلى 3.8 مليار دولار، ووفق وزارة الخارجية الأمريكية سيحل الاتفاق محل حزمة المساعدات التي ستنتهي عام 2018 وعمرها 10 سنوات. ووقع بروتوكول الاتفاق في مقر وزارة الخارجية الأمريكية مساعد وزير الخارجية الأمريكية توماس شانون ومستشاري الأمن القومي للبلدين الأمريكية سوزان رايس والإسرائيلي جايكوب نيجال. وقال الرئيس باراك أوباما في بيان للخارجية الأمريكية إن توقيع هذه الوثيقة يشكل أكبر التزام بتقديم مساعدات عسكرية ثنائية في تاريخ الولايات المتحدة، وأضاف التزام أمريكا أمن إسرائيل لا يتزعزع. وأوضحت واشنطن أن 33 من 38 مليار دولار ستخصص لتمويل شراء تجهيزات دفاعية، وإن 5 مليارات ستخصص لنظام القبة الفولاذية للدفاع الجوي. وقال مسؤول أمريكي كبير إن الاتفاق يتيح لإسرائيل تحديث معظم طائراتها المقاتلة وتحسين قدرات قواتها البرية وتعزيز نظم دفاعاتها الصاروخية. ووقع 83 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة تطالب الرئيس أوباما بتعزيز المساعدات الخارجية لإسرائيل والتوقيع فورا على اتفاق حول حزمة دفاع جديدة، حيث رفض المرشح الديمقراطي للرئاسة بيرني ساندرز أن يكون من ضمن الموقعين. إشادة محلية سعودية وإقليمية بنجاح موسم الحج هذه السنة وخلوه من الحوادث والأمراض. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
الحمد. فيما يواصل حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين رمي الجمرات في منى في ثالث أيام التشريق، أعلنت السعودية نجاح موسم الحج بامتياز هذا العام. وفي المؤتمر الصحفي الختامي لموسم الحج أعلن أمير منطقة مكة ورئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل أن المملكة نجحت في تسيير مناسك الحج على الرغم من محاولات التشكيك في قدرتها على ذلك. وفور هذا الإعلان اجتاح وسم نجاح حج 1437 مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح من بين الهاشتاجات الأكثر تداولاً في السعودية. هذا عدا إشارة حجاج بيت الله الحرام أنفسهم على اختلاف اللغات واللهجات والأجناس والجنسيات بالجهود التي بذلتها المملكة لتسهيل مناسك الحج. صراحة السنة دي منظمين الوضع أحسن من أي سنة، الوضع كويس الصراحه، الواحد مبسوط جدا والله. في تنظيم كبير جدا وما حسناش باي زحام ولا اي شيء يعني لغايه دلوقتي. الجو هادي جدا والامن مرتب، الناس ومرتب الدخول والطلعات والمخارج والمداخل وما مخلى احد ينام في الشوارع. ورأى عدد من نواب مجلس الأمة السعودي أن نجاح هذا الموسم الذي أبهر العالم أدحض الافتراءات المغرضة والمحرضة على المملكة. وفي سياق الترحيب العربي والإسلامي بنجاح الموسم، أعلنت باكستان عدم استغرابها بفعل الإمكانات التي سخرتها المملكة لرعاية ضيوف الرحمن. مصر على لسان مفتي جمهوريتها الشيخ شوقي علام هنأت خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج بفضل التنظيم الناجح والخدمات والمجهودات التي قدمتها المملكة للحجيج. وهنأ الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج القطرية حكومة خادم الحرمين على جهودها التي مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. في البحرين أشاد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بالتسهيلات السعودية التي كان لها الدور البارز في أداء مناسك وشعائر الحج بكل انسيابية وأمان. ورأى السفير الكويتي لدى السعودية أن نجاح موسم الحج هذا العام يضاف إلى سلسلة نجاحات المواسم السابقة في السعودية. بالتزامن هنأ نائب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور جواد المحجور المملكة على نجاحها في تنظيم موسم الحج الذي خلى من الحوادث ومن أي أمراض وبائية. للمرة الأولى العلماء يرصدون محادثة كاملة بين دلفينين بما يشبه لغة البشر. ليس اكتشافاً القول إن للدلافين مهارات متقدمة في التواصل من خلال النقر والصفير، فهي تستطيع التعبير عن السعادة والألم وإعلان انفصالها عن المجموعة، إلا أن ما رصده العلماء أخيراً في محمية كاراداك في روسيا أكد وجود لغة حقيقية بينها، إذ سجلت محادثة كاملة بين دولفينين باستخدام ميكروفون متطور جداً. ووفق الباحثين فقد كان صفير الدلافين منتظما على نسق كلمات مركبة، وكان أقرب إلى لغات البشر من مجرد صفير إن لم يكن أفضل، نظرا إلى أن كلا الدلفينين كان يصغي جيدا إلى نبضات الآخر قبل أن يجيب. وجرت الدراسة في حوض مياه على اثنين من دلافين البحر الأسود يطلق عليهما اسما ياشا ويانا، وكان كل من هذين المخلوقين يطلق جملة من خمس كلمات إن صح التوصيف. وما أكد وجود تخاطب حقيقي بينهما هو اختلاف النبضات التي تصدر عن كلاهما. والآن ننتقل إلى ترند مع زميلتي نور. نور مساء الخير. مساء نور داليا. يعني نور، العنوان اليوم اللي استهلنا فيه نشرتنا عنوان ترند طبعا اللي كان ضمن سياق العناوين، عنوان محزن، على أمل أنه يكون في عندكم هيك أخبار تانية بترند اليوم تكون هيك أخبار شوي مفرحة. مزبوط داليا، عندنا خبر مهضوم عن السوشيال ميديا اللي دايما بتبرهن لنا أنه هي مع الاختلاف والتنوع، وهلأ عم تشتغل على الإيموجي المرأة المحجبة. لمزيد من التفاصيل تابعونا. انتبه، تفضلي. مرحبا. قريبا النساء المحجبات يمكن يلاقوا الايموجي يلي بتناسبهم شكليا، والفضل بيرجع لفتاة سعودية بتبلغ من العمر 15 سنة، ريوف الحمادي يلي عايشة ببرلين، اقترحت فكرة ايموجي المرأة المحجبة للشركة يلي بتطور الايموجيز. الرد
بيقول انه هالفكره قويه جدا ومدروسه منيح، وقالت ريوف انه عدم وجود الايموجي يلي بتمثلها هي وكل النساء المحجبات كان امر مثير للجدل بالنسبه لها، بالاضافه انطرحت هالفكره اونلاين، فكانت اراء رواد مواقع التواصل مختلفه، منهم اعتبروا انه هالايموجي مش ضروريه وبتبين رمز لكبت المراه، ولكن الاكثريه مع وجودها، والارجح انه هالايموجي رح تنوجد على الموبايلز سنة الجايه. ميرانتي العاصفة اللي طلعت أقوى عاصفة بالعالم لسنة 2016 سببت فيضانات وخراب بالمدن الساحلية، ولكن يلي صار على شوارع الصين ضج المواقع بالصور والفيديوز، فالطابة الهوائية الكبيرة يلي على شكل قمر ويلي انحطت أصلاً لمهرجان الفول مون فلتت بسبب قوة العاصفة وصارت تكرج بالشوارع وتصطدم بالسيارات والناس. وبعد مش واضح إذا سببت هالطابة خسائر أو أي نوع أذى. أعلنت شركة أبل أنهم باعوا كل أجهزة الآيفون 7 الأسود وأيضاً الآيفون 7 بلس بكل ألوانه ويلي سعره هو أغلى من العادة، وحتى أنه ما رح ينوجدوا هول الأنواع بالمحلات لما يتوزعوا الآيفونز بكرة ويصير في أي حدا يشتري. اللوكي 7 خلى شركة أبل ترجع تصير قيمتها أكثر من 600 مليار دولار. وما تنسوا أنه فيكن تتابعوا أخبارنا على صفحة ترندز على الفيسبوك أو تتابعوني على صفحتي على فيسبوك، إنستغرام وتويتر. هولي كانوا ترندز اليوم، منشوفكم بكرة بنشرة جديدة. كان في النشرة الجديد حيث مر الكاوبوي من هنا وعائلته تؤكد يوسف بأمريكا، هلأ إذا بتقصل له رأسه بيكرج على المختارة. ولدى التحقيق يوسف فخر عن وليد جنبلاط، بدكم تروحوا روحوا. عملية بوستروس بأبطالها الأحياء، تفاصيل ما زالت تروى عن أيلول بيروت المقاومة. المقاومة وجدت لتنتصر وانتصرت. مركب صيدا ينزف ضحايا ومجد العنجر، تشيع أمن وابنتها. النفايات تبدأ والعام الدراسي. ما هي منطقة صارت منطقة الزبالة، ما صارت منطقة المدارس. أصالة تواكب الاتفاق الأمريكي الروسي وتغني لسوريا. كان في ترند قمر الصين يسقط على المارة والسيارات. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة، المزيد منها تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. نشكركم على طيب المتابعة ونعود نلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فدمتم بأمان الله.